الله تكونوا بخير ومعاكم اماني سالم. كل سنه وانتم طيبين على دخول عيد الربيع علينا وشم النسيم والدنيا كلها هي ورود في ورود. احنا النهارده هنعمل سلطه طبعا ورده كمان علشان عيد الربيع. فيلا مع بعض نشوف الطريقه، وهي سهله جدا وحاجه كده تحطيها جنب الاكل وهيبقى منظرها كمان راقي جدا وشيك على سفرتك. ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا معانا الخياره كده بالشكل ده، تكون مليانه كده ما تكونش رفيعه. هنعمل ايه؟ بس هنجيب بقى بالراحه خالص خالص، نقطعها رفيعه جدا على قد ما تقدر اهو، شايفه كده اهو، تبقى رفيعه كده اهو بالظبط. خلاص هعمل برده واحده تانيه. بسم الله. ودلوقتي احنا خلاص كده خلصنا الخيار بتاعنا بقى بالشكل ده. احنا جبنا ثلاث خيارات وقطعناها بالشكل ده، وهنعمل طبق السلطه بتاعتنا المعتاد بتاعنا، الطماطم والفلفل والجزر والكزبره الخضراء، خطيره جدا في طبق السلطه، بتخلي له طعم خرافه. ويلا مع بعض هنقطع ونشوف. احنا قطعنا الطماطم والفلفل وكل الخضره اللي معايا بالشكل ده، وحطينا لها ملح وليمون. يلا بقى مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه في طبق السلطه بتاع الخيار اهو بالشكل ده. ومعايا عودان الخلة الصغيرة. هنبتدي بقى نمسك اول واحدة من الخيار بالشكل ده، هعملها كده اهو واقفلها بالخلة اهو، واحط جواها السلطة بالمنظر ده. خلاص هجيب التانية برضو بالشكل ده، هقفلها كده اهو بالخلة اهي، واحط جواها السلطة. هنخلص بقى كل الكميه مع بعض ونيجي نشوف احنا هنقدم طبق السلطه بتاعنا ازاي. ده الشكل النهائي لطبق السلطه بتاعتنا، طلع شكله جميل جدا على السفره، وعملنا السلطه على شكل ورده بمناسبه بقى عيد الربيع. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الفكره تكون عجبتكم، وان شاء الله لو عجبتكم تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بالف هنا وعافيه.